experience, bila ini انك تحط معلومات صحيحه ودقيقه. فلنفرض انه اسم الشخص المسؤول عني كان اولي، ممكن ياكد معلوماتي اللي انا حطيتها. مثلا بدي اسميه مستر مانجر، و
إيش العلاقة بينك وبينه كانت؟ هل هو كان الكلاينت الكاستمر؟ هل هو الدايركتور تبع تبعك أنت أو المانجر تبعك؟ كي ستيك هولدر أو برايمري ستيك هولدر؟ أو هل هو
أضيف خبرات جديدة. Click here to add a new project management work experience.